نمشيو مباشرة لشيوات لالا مولاتي عند المستمعة نزهة أم رميساء من الخميسات. صباح الخير نزهة. صباح النور لالا سناء. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله بارك الله. الله يبارك فيك، مرحبا بالمشاركة ديالك معنا نزهة اليوم. بارك الله فيك اختي سناء، تحية ليك وتحية لطاقم ميد راديو ولكل المستمعات. بارك الله فيك، شكرا لك. نبداو على بركة الله. ان شاء الله تفضلي. غادي نعطيكم واحد لاطارت بالتفاح واللوز. غادي نحتاجو في العجينه 200 غرام ديال الدقيق. ايه. و 150 غرام سكر كلاصي. و 100 غرام ديال الزبده. وواحد البيضه. ايه. وشويه ديال الملح. غادي نجمعو هاد العجين هذا ونخليوه يرتاح واحد 10 ديال الدقائق. ايه. وغادي نسرحوه نديروه في المول ونثقبوه بالفرشات وندخلوه للفران غير يقبط راسو، يعني ما يطيبش نص طيبه، غير يقبط راسو صافي. غادي ندوزو للحشوه. واخا الا سمحتي غير بشويه نزهه، واخا باش المستمعات يسجلوا. يلا عاودي لنا، قلتي لنا 200 غرام. ايه تفضلي. 200 غرام ديال الدقيق، 150 غرام سكر كلاصي، 100 غرام ديال الزبده، وواحد البيضه، وشويه ديال الملح. هذه هي المكونات. غادي نجمعوهم العجين ديالنا ونخليوه يرتاح 10 ديال الدقائق. ايه. من بعد غادي نسرحوها ونثقبوها بالفرشة وندخلوها نديرها في واحد المول. وندخلوها للفرن غير تقبط راسها. ايه قلتي لنا شي 10 دقائق، شد راسها شويه العجينه. ايه صافي. دابا ندوزو للحشوه اللي غنحتاجو فيها جوج بيضات. غادي نخلطوهم في الخلاط الكهربائي. إيه؟ جوج بيضات مع 100 غرام ديال الزبده، 150 غرام ديال اللوز غبره، 150 غرام سكر كلاصي. إيه؟ جوج بيضات و100 غرام ديال الزبده، 150 غرام اللوز غبره، و150 غرام سكر كلاصي. غادي نطحنوهم في الخلاط الكهربائي وغادي نديرهم فوق داك العجين اللي قلت لكم غير قبط راسو في الفران. وغادي نحتاجو يا اما التفاح اولا البعويد اللي بغينا. غادي نقطعوه يا اما دوائر يا اما ترونش طوال. نعسلوهم بشويه ديال الزبده والسكر، سكر سنيده. غير نعسلوهم شويه ونستفوهم من الفوق. واخا. ايه. ونرشوهم بشويه ديال السكر سنيده وشويه ديال القرفه وندخلوها طيب في الفرن. ايه واخا. ما كنزربش اختي سناء. لا صافي دابا مزيان. ايه. صافي ندخلوها من الطب ونخرجوها ندهنوها بالناطاج اولا نرشوها بالسكر كلاصي. ايه الله يعطيك الصحه. هذه التورته بالتفاح واللوز.